فوق المحلس كده عشان اللي لسه بيتكلم وقابض وبيكتب وقنوات احترم نفسك بقى. ادي البلطجة على الأصابع. لو كنا استجبنا لده يا كابتن، لو كنا استجبنا لده مش كانت ممكن حصل مجزرة في النادي؟ هل تسمعكم؟ مش كان ممكن حصل مجزرة؟ إنما ربنا سبحانه وتعالى ألهمني الصبر. وزي ما قلت، هو أنا ساعتها ضحكت على الناس ولا قلت إيه؟ الله يسامحكم بس أنا مش هسامحكم بعد الانتخابات. هتقول لي بيصفي حسابات؟ لا، أنا بربي ولاة الأدب، لأن إحنا كنا داخلين على مجزرة. لولا الهدوء اللي أنا كنت عليه والسكينة اللي ربنا إداها لي كان ممكن حصل حاجه. وليه؟ على فكره مش شخصيتي. البلد منفعل على طول، وانا الكوز، انا بتاع عربه الاولوبيس. يعني بلاش قرف، بلاش قرف، بلاش قرف، بلاش قرف. ده ناسي انا لما خدت حكم بالحبس وجم عيطوا عشان اتنازل لك؟ تطلع دلوقتي الكل اللي جوه قال ازاي نجح؟ عشان ربنا، وعشان ربنا عايز النادي ده يقوم. عشان أعضاء جماعة، عشان ولادنا وأحفادنا. وبدل ما تحترم نفسك وتقعد بقى، لا، ده الإرهاب، وأنا بيهدد الدولة. شغل يا ابني، يلا سمحوا، سمع رفع قائمة الرموز. شوية خوالات، الناس مش خذلت النادي خلاص.
الجميع كلها شايفه وكل الناس شايفه. اه حد الامام اللي عندي النادي يجي له جاي مقطوع مقطع يقول له لا لا شايفه لنا طلع القاضي فوق يا كريم يا شحاته شوف قال ايه على ابوك ولو انت بقى راجل وذكر كنت رحت خدت حق ابوك وقفلوا يا جعفر ها واسماعيل ياسين اتفضلوا بقى عليكم ايه؟ يلا يا ابني الاحمر الشراب عنده تطور انت بتسندني حاول اللي اسمه هو اللي انا خدمته غير مش من دلوقتي من 40 و50 سنه ثانية واحدة عامل عقبة بتاع الشركة الراعية وانت ظابط شرطة خدمت امه في ايه؟ وبكام؟ فتوضح بقى تقول لنا تقول يا ما خدمت امه ف... يعني انا خدمته يبقى عملت حاجه غير قانونيه ولا انا غلطان؟ اسمعوا اللي كان عايز يبقى رئيس نادي الزمالك انا عشان بقول لك ربنا يسهل بس كده ونخلص الدنيا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هو حاجه اللي فات اللي بيحصل فيه ده الراجل عمال له رشه في بعض ده عمال يرفع نفسه بعد ما كان بيتهزم الارض هو انا يا راجل سمعتوا يا جماعة ولا عرفت الرموز يا بتوع الكورة؟ عرفتوا بقى ليه بقى على الكبار بتاعكم؟ كمل يا ابني الحاجة اللي بعديها على طول. احنا ما وراناش حاجة النهاردة. انتوا وراكم حاجة؟ بجد وراكم حاجة؟ اتفرجوا واسمعوا واستمتعوا. ده عايز يبقى رئيس نادي الزمالك؟ وديك شفته في اللجان عمل ايه؟ ما خلاش حد يشوفوش. فين يا ابني كان عندك بعد المكالمه دي وانا بقول للبنت البنت اللي بتوزع ورق لبايمتي تطلع بره. اتفضل. هو بيقول له بيكلمه بيقول له خالد الغندور عيني عليك امبارح عايزين نهد حيله. شغل يا ابني يا نبي البيت لا شغل المهم بقى معلش وهو بيقول ان احنا رايحين لمنطقه بس حطينا القايمه وفوق بقى شغال يا بيت اتفضل اتفضل وشغل بتاعت هشام ساتر الاستشار اتفضل يا جماعه اللجنه دي لما جت انا بقول لكم الموضوع بس هو اللي عندي كلها اللجنه هتسمعوا دلوقتي مكالمه تليفونيه مش انا مسجلها ما كنتش طرف فيها بين عيل اهوالي اهواجي عند ممدوع عباس اسمه هشام ومعالي المستشار المحترم نائب رئيس اللجنه اسمعوا بيقول له ايه ممدوع بيه مستنيكم عشان يقول لكم تشيلوا مين وتحطوا مين فاكرين اللجنه لما مشينا عرفتوا بقى مين اللي مشانا؟ وليه سؤال لغاية ما جاهز يا ابني؟ هو برضه سؤال للدولة المصرية المحترمة. ممدوع عباس عنده شركة أدوية راحت لجنة لقت دود في الحقن. حد عمل له حاجة؟ أرض ثمنها 9 مليار خدها 9 مليون اللي فين؟ اللي هي ما عندي كارفور اللي معادي كده وانت الطريق الداري حد عمل له حاجه؟ 17 شركه حد قال له في ضريبه؟ لما شتم معالي وزير الشباب والرياضه اهي مش معقول كل واحد بقى شويه